جايلك، ايه اللي جابك يا بت؟ امي بتقولي تعالي عشان عاوزاكي ضروري. قولي لها طيب عندي مصلحه لما تخلص حاجيلها. بس هتيجي ها يا اختي. يلا. انت مش ناوي تروحي بقى ولا ايه يا امي؟ مالك يا اخويا مصربع كده ليه؟ انا عاوز كل لوازم الفرح تبقى جاهزه. بس ده عايز شيء وشويات. ولا يهمك يا امي، معايا 8 جنيه هم معايا. 8 جنيه اسره. اما اشوف اخوك عبد المطلب هيديني كام. اذا حكمت هبيع لك غوشه من غواشاتي. تسلمي لي يا امي. يلا بقى عشان تلحقي عبد المطلب قبل ما يروح يسرح. ينيلك على الصربعه اللي انت فيها. استنى يا عبد المطلب. أنا كنت ناوي نعدو عليك يا أما وأنا رايح. جبت الفلوس يا ولا؟ أنا دبرتلك 3 جنيه هم. 3 جنيه بس؟ خليهم 5. ربنا يسهل يا أما ويكرمنا النهاردة، وأنا نفوتوا عليك لما الليل يتمسى وندوكي كمان قرشين. عوافي يا معلم. يا حلوة يا حلوة. اوعي كده ليه خدرتي؟ خير؟ عندنا شغل النهارده هتنبسطي منه قوي. هنستنوا كتير؟ لا نستنوا ايه؟ انا هننزل نلفح الملايه وناخدك معايا على مطرح علي بيك كبير. وش معنى يعني؟ ما احنا بنشتغل هنا عند المعلمه سكين. الرجاله يا اختي هم اللي اختاروا. يلا 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 يا حبيبتي يلا يلا. بصي يا اختي تطلعي استنيني في ريح الباب جوه، انا بس هنسال حصلنا على حاجه ونحصل. حاضر. وعبد الرازق لسه ما جاش؟ لسه ما قبش. لا مش هو اللي متفق على الميعاد. خش انت بيها واني هنقب ونغطسه ونجيبهولك. أني هناخدها ونطلع على سكينة، وأول لما يوصل عبد الرازق شيعولي أوامي عربة للولية مستعجلة. مستعجلة على إيه؟ على قضاها. وهتعملي إيه بعد موت جوزك يا خضر؟ يا أختي وهو يعني كان موجود كان بيعمل لي إيه؟ أهو وجوده زي عدمه. كان اللي بيجيلي كان بيروح عليه. أهو برضو كان واخد بحسك. يا أختي البركة في العيال. ومش ناوية تتجوزي تاني يا خدورة؟ مش عارفة، بس في اليومين دول واحد بيتحنجلي، بس حاسة انه طمعان فيا. قال ايه؟ عاوز يسكن معايا في مطرحي. قلت له ابدا، المطرح ده بتاع شعبان ابني لما يتجوز هو ومراته. شوف الراجل الدود مش قادر ياخد لك مطرح تاني المعفن. قال ايه؟ خايف من مراته. يوه الكلام خدنا واتأخرت. اما قوم بقى، هما الزباين ما جوش ليه؟ يا اختي انا عارفه عوقوا ليه. اشحال ما كانوش معربنين معايا من امبارح. اني هنقوم، ولما يجوا تتاكدي منهم ابقي شيعي لي البت بديعه. يا اختي اصبري بقى شويه. اشحال ما كنتيش دكه زينا، ده احنا في عرض لقمه العيش. الحكايه نشفت قوي. الله هو الحلو رايح على فين؟ كان في شغل بس ما حصلش نصيب. اها طب ما هو نصيبي قدامك اهو، ولا اني مش قد المقام؟ خليها مره تانية يا معلم. لا مره تانية ده ايه يا خضرة؟ لا انت لازم تصالحيني. ليه؟ هو اني كنت خصمتك؟ معلوم انت زعلت المره اللي فاتت لما افتكرت ان احنا هنسرقوا الصيغه بتاعتك، ولا مؤاخذه اخص عليك يا خضرة. احنا نسرقوا صيغتك؟ ده احنا نزودوها. ده الكلام كان بصفه هزار، لاني ما عدتش نهزره معاك تاني. مش القصد يا معلم، انا بس يومها كنت سكرانه سكره جامده قوي. طب ايه رايك في اللي يسهرك الليله سهره لحد الصبح ما يصبح واديكي كيكه؟ يا لهوي بالصبح. هو انت حد هيقول لك كنت فين؟ ده انا هناخدوك على لوكاندا جواني، هنعمله ليله ما حصلتش، ليله فل فل. ها؟ ها؟
ياه دي بتشتي قوي. تصدق يا خضورة؟ هتصدق ان شاء الله. الشتا ده خير. بنقول لك يا خضورة، هاني هنزوقوكي على بيت ريا في حارة علي بيك كبير، عارفاه؟ ايوه عارفاه، بس احنا مش هنروح اللوكان ده جواني. ايوه عليك يا خضورة، طبعا هنروح اللوكان ده جواني، بس نقعدوا الاول عند ريا على ما النوى دي تخف، وهو بالمرة ناخدوا لنا كاسين براني عشان يبقى المزاج براني وجواني، ويبقى ها ولا ها اللي تشوف. ما تعوقيش. اتفضل يا ست الكل. يا بيس الانوار والحلاوه. ها ايه رايك في القعده دي يا خضوره؟ هما دقيقتين ناخدوا كاسين وبعدين نزقه على لوكاندا جواني ونترزدوا على بعض قوي، ولا ايه؟ تعالي 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 يا خضوره، تعالي هنا وسطينا. لا انا هخليكوا على سنجة عشرة. ايوه كاسك يا خضر، بينها هتبقى ليله حلوه قوي. ايه ده انت لسه ما نهضتيش؟ يلا اللي هنعوقه. روح انت يا راني، مش قادره. لا يا اختي هتيجي معايا، وهي ملاني بنرسرس. واللي هنعمل ايه؟ الرجاله هناك. حضورك معايا لابد منه، أنا مش هنتنقل من هنا إلا رجلي على رجلك، هتتعكسي عليا ولا نجيب لك كرو؟ يا أختي أنا مش قادرة أدوس على رجلي، ده إيه تحكمة الرأي دي؟ يا بنت الناس شافوا خضرة وهي داخلة، لازم كمان يشوفونا وإحنا داخلين، عشان لما يحصل بعد كده ونخرج وما يبقوش عارفين مين اللي خرج ومين اللي استنى، ورخرة خضرة تبقى مطمنة وهي قاعدة في وسطهم هناك. ولو زعلت ولا صوتت الجيران تفتكر ان واحده مننا هي اللي بتتعارك، فهمتي؟ اشربي اشربي شابة خضر. هاي زود زود عروب. خد اخوي. ايه لا تشربيه هات عربي هات الازازة هات شابة خضر شابة. هاي عواف فضلوا. مرحبا مرحبا. ايوه عبد الرزق وخضرة، انتوا مش قلتوا انكم هتروحوا الكندا جواني؟ ما احنا هنذكره هنا وبعدين نروح. يعني ما قلتليش انك جاي. اصلا حسب الله ورابي عزموني على كيسين وكنا هنبعتولك. خد يا راي خد يا راي هاتلنا هاتلنا كمان اساسة. خد خد يا راي خد يا هاتلنا شوية مز. يلا بقى القعدة هتحلو بصحيح. ما تعوقيش يا راي. هتحلو هتحلو. يلا اشرب الخضرة. مبسوطة يا حبيبتي؟ خد يا سكين ده زيق على مرايا تجيب الازاز.
بانها تبقى ليله حلوه قوي. دي لسه شفت حاجه؟ ده احنا هنسكروكي سكره انما معتبره. ايه بقى؟ يلا يلا يلا. مد ايدك يا خضوره. مش قادره. مش قادره ده ايه؟ انت سكرت ولا ايه؟ لا سكرت ليه لسه؟ استناها سكرت. كفايه بقى كفايه سكينه. الليله ليلتك يا خضره. طب ما تناولك يا سعرابي. كفاية. كفاية. كفاية مسكينة. طب كلي 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 دي من ايدي. طب يلا بينا خطور. يلا بينا عشان نروح لوكاندا جوانا. ايوه ايوه ايدك معاه يا حصبان. انا معاك انا معاك. ايدك معاه يا عرابي. ايوه 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 ايوه.